تألق لافت للنظر لنجوم فريق الكرة بنادي الزمالك خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العرب نسخة 2021 التي تحتضنها قطر في الوقت الجاري. وساهم نجوم الزمالك حتى الآن في 7 أهداف مع منتخبات بلادهم بمنافسات كأس العرب ما بين تسجيلها وصناعتها. وتمكن سيف الدين الجزيري من قص شريط تألق نجوم الزمالك في كأس العرب بتسجيل 2 لمصلحة المنتخب التونسي في شباك نظيره الموريتاني في لقاء الجولة الأولى، قبل أن يسجل 1 تأهل نسور قرطاج إلى ربع النهائي في شباك الإمارات، ومن ثم الانفراد بصدارة هداف المسابقة قبل مواجهات اليوم الأخير من عمر الدور الأول. وساهم أحمد فتوح في انتصار منتخب مصر على حساب نظيره اللبناني في افتتاح مشوار الفراعنة بالسباق العربي بعدما تحصل على ركلة جزاء سجل منها منتخبنا القومي 1 المباراة الوحيد. وصال وجال ثنائي الزمالك أحمد سيد زيزو ومحمود حمد الونش في مواجهة مصر والسودان، وسجل كل منهما 1 في الخماسية التي أمطر بها أحفاد الفراعنة شباك صقور الجديان في لقاء جولة الثانية، كما استطاع نجم المنتخب المغربي أشرف بن شرقي من صناعة 1 الأهداف الـ4 لمنتخب أسود الأطلس في مواجهة المنتخب الأردني بمنافسات الجولة الثانية للمجموعات الثالثة. نجوم الزمالك واصلوا التوهج في سماء قطر وتلألؤوا في العرس العربي وأثبتوا جدارتهم بالمشاركة الدولية مع منتخبات بلادهم. ويرجعنا لكم مرة أخرى ورحب بضيوفي اللعيبة الكبار المحترمين كابتن جمال حمزة. كابتن جمال ازيك؟ كابتن خالد ازيك؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. أنا قلت أبدأ بالفاتح عشان الكرسي عمل. والكابتن الكبير كابتن أحمد عيد عم مالك. كابتن أحمد أنا كابتن خالد عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ الحمد لله كسر الدنيا. أنت لسه كسبان اتحاد الشرطة طلعت معايا بعديها بيومين كسبت اتحاد الشرطة صح؟ أنا بقالي 6 ماتشات بكسب، خلي بالك من قبل ما أطلع معاك. والله هو أنت كنت طلعت قبل كده مع أبو العيلة باين ولا مع شادي؟ طب خلي بالك خلي بالك ما هو تطلعش مع شادي بقى طالما طلعت مع ولا. طيب نبتدي معاك يا جيمي، تقييمك لمنتخب مصر النهارده وهنتكلم بقى على كل الماتشات وكل حاجه، بس تقييمك للمنتخب النهارده من بدايه للنهايه كده. يعني والله بنقول مبروك بصراحه على الاداء من بعد الهدف اللي دخل فينا. الاداء ابتدى يتغير، ابتدى يبقى فيه جرأة هجوميه، في ثقة من بعد الهدف. يعني الأول حوالي 32 دقيقة كان المنتخب الجزائري هو المسيطر أكتر. مباراة ممكن يكون ما فيهاش فرص كتير، يعني هي المباراة فرصتين هنا وفرصتين ثلاثة هنا وفرصتين هنا، ده طبيعي بيبقى في الماتشات دي، الماتشات المفروض إن هي مباراة ما فيهاش ولا فرصة، يعني ولا كرة في العارضة ولا لا ما فيش. يعني هي ممكن يكون الفاول بتاع إبراهيمي اللي جت الشوطة بتاعت مصطفى فتحي، الكرة بتاعت الونش قدرها ما قدرهاش كويس اللي هي كان عايز يلعبها وما جاتش في رجله. يعني نعتبر فرص، انما احنا من بعد الهدف بصراحه جات لنا ثقه، مسكنا نص الملعب. تغيير برده فرق معانا بشكل كبير طبعا بعد اصابه ايمن اشرف، طبعا اتمنى له السلامه. يقول ايمن اشرف مش مكانه فممكن ما يكونش تغييره مؤثر قوي. ما هو ده لا ده كان اثر، حجازي مؤثر، هو اثر معانا للافضل بصراحه. لان انت تخليت عن الشكل ده بالظبط، نزلت مصطفى فتحي بقى عندك 2 عندهم جرأة هجوميه اللي هو حسين فيصل ومصطفى فتحي. فده خلانا نبقى عارفين نمسك الكره اكتر، وهو ده اللي ما كانش متواجد طبعا في وجود ايمن اشرف لان مش مكانه. راجل يا مدافع يا ساعات بيلعب باك ليفت، فان انت تلعبه ثالث في نص الملعب انا شايف ان هي يعني من الحاجات اللي برضو بيعملها كروش كده مش مفهومه. يعني انت واخد معاك ناس في وسط الملعب ومعاك مهند لاشين، طب انت واخد مهند لاشين ليه؟ عشان المفروض لو في هتلعب بـ3 في نص الملعب تحط زيزو مثلا ناحيه اليمين. يعني عندك اختيارات كتيره، انت رحت للاختيار الدفاعي، انت فجاه بقوا الـ3 الغالب على الطبع بتاعهم اللي هو ايمن اشرف مع حمدي فتحي مع عمرو السوليه جانب دفاعي اكتر. ممكن السوليه الى حد ما شويه اللي ممكن يبقى عنده مقاومات هجوميه، انما ما بقاش في شكل في نص الملعب. يعني ما تقدرش تسلم واحد الكوره وانت مطمن ان هو هيستلمها صح ويسلمها صح. عندنا مشكله كمان جيمي في محمد شريف.
نعم محمد شريف الشوط الاولاني طرف مش موجود مش موجود. ما هو انت برضو يا كابتن خالد ما تلعبنيش في حته مش بتاعتي وانا موافق، وبعدين تطلب مني حاجات انا مش يعني مش عارف اعملها. على بتكلم على ان 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 محمد شريف لما لعبته في الحته دي وايمن اشرف لعبته في الحته دي احنا بنادي والحمد لله، يعني دخل فينا جون نوع باي لك طبعا لا جون في توفيق طبعا الجونين النهارده فيهم لك غير طبيعي في توفيق يعني حتى كيف. حتى ضربه الجزاء فيها توفيق طبعا بوحلك خلاص تقريبا هيمسكها فربنا ستر ان عمرو السليه ربنا عايز يكافئه ان هو اللي جابها وعامل مجهود كويس وربنا كرمنا ان احنا انها جت فهي بس هي دي اللي كانت طبعا يعني في توفيق كبير يعني فانا شايف انه نص الملعب كان متاخد مننا بشكل كبير جدا، انما يحسب لكيروش زي ما انت قلت وانا سمعتك انه ابتدى يورينا لعيبه احنا بصراحه يعني ما كانش حد لو احنا قاعدين احنا الثلاثه بنتكلم عمر ما حد هيقول حسين فيصل لازم يروح المنتخب او عمر مرموش مثلا لازم يروح المنتخب. حسين فيصل لو موجود في الزمالك دلوقتي مش هيلعب، ما كانش زمانه ممكن يكون لعب مثلا دقيقه ولا حاجه، لعب لا ده لو لعب يعني مش هيلعب خالص. ما هو ده اللي احنا كنا لسه بنتناقش فيه، ممكن عمر لو كان فضل عمر كان ملعب واحد كان ممكن يكون ممكن بينزل مثلا 10 دقايق ربع ساعه ممكن ما يلعبش فعلا ممكن يلعب الماتشات كلها. فانت برضو يعني رفعت لما كان موجود ما كانش بيلعب خالص. فهي بتبقى قناعات مدرب ووجهه نظر المدرب مقتنع بلعيب. انا عندي حاجه انا مقتنع بيها، المدرب لما بيبقى عايز يلعب لعيب هيلعبه غصب عن عين اي حد. لما بيبقى مقتنع بلعيب هو شايف هو ده كده بس هو ده. أيوة. معلش يا جمال معلش انا عايز اتكلم في نقطه لانها انتشرت جدا جدا يا احمد. هروح لك وارجع لك تاني يا جمال. انتشرت جدا يا احمد الفتره الاخيره. احنا ودينا احمد فتوح من 3 سنين سموحه صح، راح المنتخب صح ولا لا؟ وديت مصطفى فتحي سموحه راح المنتخب. احمد ياسر ريان موسيماني ما بيلعبوش راح طلع سيراميكا راح المنتخب تمام. احنا يعني انا عايز اعرف ايه رؤيه المدير الفنيين في مصر وايه يعني. ما هو ده بيدل انت عندك اللعيب اللي انت بتخليه عندك وبيلعب والاحتياطي بتاعه اللي بتطلعه هو اللي بيروح المنتخب، واللي عندك ما بيروحش المنتخب. ما هو طبيعي هيروح المنتخب عشان بيلعب. ما هو طب ما انت عندك بيلعب في الزمالك وفي الاهلي ما بيلعبش يعني اللي عندك الاساسي بيلعب. ايوه ما الاساسي بيلعب يعني عندي. انت دلوقتي ما يكون عندك باك ليفت وعندك 2 باك ليفت وهو الثالث اما يجي واحد باك ليفت بيلعب في الزمالك او باك ليفت بيلعب في الاهلي او راس حربه بيلعب في الاهلي هيبقى احسن من راس حربه بيلعب في سيراميكا او باك ليفت بيلعب في سموحه؟ ما عادي هو كل لعيب ما انا كنت بروح منتخب مصر وانا في حرس الحدود. ما انت مش فاهمني برضو، انا بكلمك رؤيه المدربين الفنيين. انا بشوف لا اللعيب ده انا مش في احتياج ليه فطلعه يكتسب خبرات واعاره وبتاع. انا عندي الجامد، انا عندي الاساسي تمام. الجامد ما بيروحش واللي انا مطلعه هو اللي بيروح. طبيعي عندك 1 و2 و3 ماشي، اشمعنى 3 بقى بيروح؟ وهي ما هي ظروف يا كابتن. هو بيلعب مش ظروف دي، رؤيه مدير فني. هو بيلعب ايوه ماشي، رؤيه مدير فني ماشي انا معاك. ما هو اللعيبه ديت كانت طلعت اعارات قبل كده ولعبوا وما وافقوش. يعني حسين فيصل طلع طنطا لعب 4 ماتشات في السنه كلها. بقول لك يا احمد والنبي احمد انت لو رحت معلش انا اسف مش عايز يعني رحت نادي بنفس على الهبوط غير ما تروح نادي جماهيري غير ما تلعب منتخب مصر؟ طبعا ايه فروقات كتيره طبعا ايوه ماشي. انت لو جبت ميسي يلعب في طنطا ايوه ماشي انا بكلمك ان هي شخصيه لعيب. ما انا لعبت في اسوان يا كابتن وكنا بننافس على الهبوط وكنت ماشي بشكل كويس. ايوه كنت ماشي. ما انا بكلمك بقى فاهو هي ظروف لعيب وهي شخصيه لعيب وهي قناعات مدرب. ممكن مدرب يديك ما يديكش تبقى موجود مش موجود. يا احمد انت مش فاهمني، انا بقول الراجل ده بين لنا ان مفيش فروق بين اللعيبه اللي انت بتطلعه اعاره ممكن يكون احسن من اللي موجود عندك. عارفين دي ما هي مصر كلها كابتن يعني دي مش محتاجه مصر بان. كلها مليانه مواهب، اللعيبه ما بيلعب كتير قريبين من انا بعض. انا بعد الماتش النهارده يعني اللي شايفه ان الراجل بيعمل زي الدول الكبيره. انت لازم يبقى عندك قاعده لعيبه كبيره يوسع القاعده. انت النهارده محمد صلاح مش موجود، مصطفى محمد مش موجود، مش عارف مين مش موجود، فيبقى عندك اللعيب رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 لعيبه صغيره ولعبوا ودخلوا احتكاك. النهارده حد يتوقع ان احنا نبقى ند بعد ما تتاخر من منتخب الجزائر مع منتخب الجزائر؟ متوقع ان انت ترجع وعندك ثبات ولعيبه صغيره كتير جدا ومغير 3 الشوط الاولاني اضطراري اضطراري ايوه اضطراري 3 يعني حتى مروان ما بين الشوطين ايوه. ما بقول لك اضطراري ولعيبه
في لعيبه اول ماتش دولي ولعيبه تاني ماتش دولي ولعيبه تالت ماتش لها دولي، فمجموعه كبيره جدا. ففي ظل الشغل والكلام ده كله اللي موجود يا كابتن، انا بحيي الراجل طبعا، بحييه جدا طبعاً. بحييه جدا. في لخبطه في التشكيل وفي حاجات ممكن تبقى صعبه على اي حد، بس هو الراجل اضرب كل حاجه هو بيعملها، هو الناس هو اللي عايش مع اللعيبه اللي موجوده. في لعيبه في المنتخب يعني احمد رفعت من الماتش اللي فات كويس، النهارده ما لعبش خالص، انت مش ممكن تلاقي الماتش الجاي اساسي. ممكن تلاقيه اساسي على حسب احتياجاته في الماتش. اختلف معاك شويه في ايه يا كابتن؟ احمد رفعت ما كانش كويس الماتش اللي فات. احمد رفعت جاب جون حلو جدا جدا جدا، وبعد كده دخل عليه كذا مره الماتش اللي ما بانش بقى بقيه الماتش صح ولا مش مقياس. لا هو يعني جاب جون حلو قوي، وبعد كده اتخبط في رجله كذا مره، وقع ورا بعض كذا مره، وبعد كده ما بانش قوي في الماتش. ايوه بس انت بتتكلم في لعيب برضو جاب جون حلو، لعيب من نجوم الدوري الفترات اللي طبعًا. فاتت من السنه اللي فاتت والسنه دي والسنه، لا من الاتحاد والمصري صح. وبعدين فيوتشر السنه دي صحيح. هو لعيب مهم. وخلي بالك احمد رفعت في الفتره اللي قضاها في الزمالك ما كانش كويس خالص، كانش كويس، فالطبيعي اللي هو يطلع بقى الطبيعي. هتقول لي بقى دي عين ومش عين، ما هو في لعبه كتيره بتيجي وتمشي وتبقى الناس دلوقتي قايمه ومش قاعده جمال على حسين فيصل. ازاي انت كنت في قطاع الناشئين انت والشباب؟ كان معايا في الفريتي فرقتك اللي انت بتمرنها. طب ايه بقى القصه يا جماعه؟ القصه بصراحه انه اللعيب زي ما احنا لعبنا كلنا، لعبنا عندنا كام 18 سنه و17 سنه و19 سنه. اللعيب لما بيوصل لمرحله معينه اللي هي 20 بقى 21 خلاص بيزهق، ما بيلعبش وما عندوش امل كمان ان هو يلعب. انا سمعت ان هو قعد شهرين في البيت وما رضاش يجي التدريبات. انا بقول لك صح ولا يا كابتن خالد؟ لو احنا بنتكلم احنا الثلاثه اهو مع بعض برضه بنتكلم بالعقل، حسين فيصل موجود ده بيلعب مكان اشرف بن شرقي، هل تقدر في السنتين اللي فاتوا دول تلعبه مكان اشرف بن شرقي؟ لا. بس ما هو اللعيب برضه في دماغه كده وعارف بس ممكن اقعده من ضمن الخمسه اللي هيتأيدوا في 99. دي بقى قناعات المدرب واللعيب عايز ايه. ما انا اللعيب هتقعده كان هيلعب؟ كنت هتلعبه؟ لا. طيب ما طب وبعدين؟ ما انت هتفضل معاده وبعدين. بس ازاي انا برضو المفروض بقى دي بقى رؤيتي اطلعه أنا ازاي؟ مش شايف الموهبه دي؟ لا رؤيتي اطلعه ازاي بقى؟ يعني ده يطلع اعاره. هي دي النقطه. انما هخليه عندي وانا ما بلعبوش مستفيد ولا هو مستفيد؟ هو مش من الخمسه فالقرار في ايد اللعيب. بالظبط. طالما هو مش من الخمسه اللي متأيد فالقرار في ايد اللعيب. ما هي المشكله لازم اقيده احطه من الخمسه مش من ضمن الخمسه. ايوه ماشي، ما هو دي قناعه مدير فني. ما هو مش ما ينفعش المدير الفني بس ياخد القرار يعني. لا هي ما ينفعش طبعا. لا يعني طبعًا. افرض انا مدير فني ده هيمشي بعد ماتشين. بالظبط. افرض عمل شرط جزائي ومشي. انت حاطط المدير الفني ممضيه 3 سنين يبقى هو الراجل متحكم اول واخير. يا باشا 3 سنين 3 سنين ده ممكن يقعد 3 ايام. ايوه انا بقول لك هو ده انت بتتكلم لا في حاجه. عيد بص عيد اللعيبه برضه مدير فني مش قليل فبتقعده بتقول له كذا كذا كذا، هو مش عايز اللعيب معاه فمش هتجبره اللي هو يبقى موجود. لا مش هتجبره، انا ما بجبروش ان هو يلعبه بس ده موجود معايا في نادي الزمالك. هطلعها ايده هطلعه على فكره حصلت قبل كده مع كذا. كم كام لعيب 99 يا كابتن؟ خمسه. لا انا بكلمك كام لعيب في الفرقه اللي تحت اللي كانوا كتير. كتير كانوا كتير. فهو أيوة. هياخد خمسه من كل ده. هو ايد ايد احمد زكي باكليفت، ايد احمد زكي باكليفت، ايد سيف فاروق جعفر، ايد واحد نيمار. اسمه سيد نيمار ويوسف صح؟ ايد واحد اسمه محمود نبيل. حمدي او محمد واحد سردباك، واحد بيلعب سردباك تقريبا. ايوه ما سردباك سردباك حمدي علاء ولا لا. حمدي علاء حمدي علاء وواحد سردباك كمان مش عارف مين مش عارف السردباك. يعني هما دول الخمسه اللي اتأيدوا. حمدي علاء ده ديفندر. سردباك لعيب كويس. ما كل دول كويسين على فكره. يعني كل دول كويسين. ما هي دي المشكله ان اي واحد من دول لو طلع اعاره هيلعب وهيبقى كويس وممكن تلاقيه في المنتخب. بس انت عندك في 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 يعني في في الانديه كلها مش في الزمالك بس على فكره بتبقى في تخوف كبير جدا من اللعيب اللي هو طالع صغير وهيلعب في الدرجه الاولى. ما اعرفش ليه بس يا جماعه ما اعرفش ليه الموضه دي بقت موجوده. انا مش يا جمال القصه بالنسبه لجمهور الزمالك وحسين فيصل لما لعب ماتشين ما هو لعب قدام السودان يعني عمل جون ورقص ترقيصه وجاب جون وبتاع وخد منه في ماتش وكده. لا عنده شخصيه ايوه ما هو عنده شخصيه في الملعب. ما هو النهارده اللي كان بيبين ومولد اللعيبه الكبيره بيبقى في الماتشات دي. يعني انت اللعيب الكبير بيطلع بيبقى احمد بدون ذكر اسماء في لعيبه وبقى لها 30 40 ماتش ما عندهاش نفس الشخصيه بتاعت حسين فيصل كدوليه. يعني عنده شخصيه بيعرف يقف على الكوره بيعرف يستلم بيعرف يباصي ما بي... ما هو اللعيب اللي بياخد الكوره ويروح على المدافع مش موجودين. انا قلت لك هي اللي احنا طريقه لعبنا اتغيرت ليه او بقينا عندنا ثقه ليه لما مصطفى فتحي نزل بقى عندك مصطفى فتحي وحسين فيصل بياخد الكوره ويروح للمدافع فهي دي اللي اديتك الثقه.
واحدة ولا ثانية مش موجودين اساسا. انت عندك 3 4 اللي بيعملوا القصة دي يعني هم عندك هم خلي بالك هم موجودين في المنتخب واللعيبة المحترف زيزو يعني زيزو احمد رفعت بالظبط رمضان صبحي رمضان صبحي بيعمل كده بن شرقي بيعمل القصة دي يعني صلاح فتحي ما هو انا برضو يعني حتة موضوع ان رمضان في المنتخب ديت انا مش عشان فيوتشر قصدي عشان بيراميدز في افريقيا لا هو الراجل واخد قرار قبليها من قبليها بس هيجي هياخده اعتقد يعني رمضان فرصه في التواجد موجوده يعني هو ابراهيم عادل من اللعيبه طبعا موجود وابراهيم عادل ابراهيم عادل برضه من اللعيبه اللي تروح على تروح وتعادل طبعا لعيب مميز بس هي في الاخر برضه يعني برضه خلينا نتكلم بصراحه هل حسين فيصل في المستوى ده يعني التوب فورم بتاعه هل هو مع لما المنتخب يكمل هيلعب هيلعب انا اعتقد اللي هو هيبقى موجود وممكن يبقى بديل صح ممكن يبقى بديل وممكن يلعب دلوقتي بتتكلم في عمر مرموش اصل هو هينافس محمد صلاح انا بقول لك اهو هينافس رمضان صبحي وعمر مرموش وتريزيجيه راجع وانت بتحط محمد شريف في الناحيه دي الراجل خدوا بالكوا تفكيرنا احنا من الهيستوري بقى والتاريخ وبتاع الراجل ما عندوش القصه دي ليه ما عندوش الراجل ممكن يلعب حسين فيصل على اي حد طب ما انت جبت عمر مرموش لعبته على اي حد ممكن يلعبوا على عمر مرموش وممكن يلعبوا على عندك تريزيجيه راجع لك ورمضان صبحي ما ممكن ما خدوش وتريزيجيه راجع لك وممكن يلعبوا على تريزيجيه يعني والله ما هيبقى المنافسه هتبقى صعبه جدا وانا عندي مشكله واحده بس مع الراجل في حته اللي هو بيلعب بالفيرويد دي وينج دي صعبه بالنسبه لي وفيرويد كمان اللي هو محمد شريف محمد شريف او سواء لا هو بيعملها كده على طول ايوه يعني بيحط مروان بيحط احمد ياسر ريان احمد ياسر ريان حطهم على طول بيحط فيرويد صريح والفيرويد اللي جنبه يلعب طرف بس خد بالك محمد شريف طول عمره هاف ليفت وهاف رايت هاف ليفت ولعب معايا من 3 سنين في وادي دجله اما راح الاهلي فقط قبليها في ام بي لعب شويه لا هو ما راح الاهلي فقط لا كان ابتدى يلعب في الحته دي لا اول ما راح الاهلي كان بيلعب وينج ومشي من الاهلي عشان هو بيلعب وينج بالظبط مع كابتن حلمي طلال لعبه في راس حربه بعد كده وبعد كده رجع الاهلي راس هو رجع النادي الاهلي على فكره رجع الاهلي اما رجع الاهلي برضو قعد احتياطي لا لعب وبعد كده قعد احتياطي لما جه ورتر بوالي بتاع الجونه لا وكان قبلها بينزل ومفيش قناعه بيه قوي يعني لكن طب هنا السؤال برضو عيد انا برضو مروان حمدي الناس بتقصوا عليه قوي انت عارف راح راجل كتب تويتايه ولا عمل حاجه على الانستجرام من كتر ما اتضايق من الناس اللي ما ينفعش يروح المنتخب ما ينفعش لازم يتغير ما اعرفش ايه طب مروان حمدي انا وجهه نظري الشوط الاولاني بيعمل ضغط على البتاع بيحاول بيجري بيضغط بيطلع بدماغه طلع ومحمد شريف راح مكانه في الراس حربه محمد شريف الشوط الثاني برضو مش موجود بس صح ولا انا غلطان انت هو دخل في وسط المنظومه محمد شريف عشان نتكلم بصراحه هو اخف شويه من مروان في الحركه في كمان في كخبرات افريقيه والفترات اللي فاتت انا بكلمك بقى صراحه وبكلمك كوره والمنتخب مروان عنده مشكله واحده بس معاه اللي هو بيخسر الكوره تحت ضغط بسهوله دي مشكله برضو عند اي فريق وفريق منتخب مصر ما لا ماشي ما هو فيش غير مصطفى محمد بص معلش انا لو بالطريقه اللي بيلعب بيها الراجل دي لا محمد شريف لا يصلح انه يلعب في الطريقه دي انا بقولها لك هو انت بتلعب 4-3-3 يعني لازم تلعب راس حربه صندوق راس حربه اللي هو زي فلافيو زي حسام حسن زي عمرو زكي زي عماد متعب زي مصطفى محمد يعني زي عمر السعيد يعني جمال زي حمزه ميدو. ما ينفعش يلعب فيها إيه؟ لا مش عارف والله جمال ما يلعب فيها لا ما اقدرش العب يعني جمال يلعب راس حربه تاني صائت. ممكن اللي تحتيه انت فهمت قصدي انت عيد لعبك ثالث في نص الملعب مش 4-3-3 مش 4-3-3 دي بتلعب وينج ليفت وينج رايت بيكون دورهم اوفرات للراس حربه لا مش شرط ليه يعني؟ انا بلعب 4-3-3 في الفرقه بتاعتي اللي ماسكها بلعب الاثنين الوينجين بيلعبوا من قلب الملعب ما بيلعبوش من ايوه انا بلعب فيرويد وتحت الاثنين من جوه ايوه انت دي انا هو بيلعب 4-3-3 اربع صريح بيلعب وينج ليفت وينج رايت فلازم يعتمد على لعيب زي احمد ياسر ريان زي مثلا كوكا زي مصطفى محمد هو الاساسي زي عمر السعيد اللعيبه اللي هي بس هي مواصفاتها راس حربه مش مواصفاتها متحركه هي ليها برضو يعني خلي بالك ليها شقين الشق اللي انت بتقول عليه ده تماما موافقك فيه بس انت هي المشكله لو انت لعبت بطرفين بقى اللي هم طرفين اللي هو زي النهارده مثلا في الاخر حسين فيصل ومصطفى فتحي جوه ال 18 هو ده اللي ما خلاش محمد شريف يبان ان ما فيش غيره
هتلاقيه في الاخر لما بتلعب كروس حتى لو عملت كروس ما تعملش ولا كروس محمد لو اتعمل يعني ما بقولك لو اتعمل هتلاقي محمد شريف وسط طيب ماشي 3 4 يبقى بتظلمه ليه مروان ما هو ده ما انا ما هي هي ما هي هي ما انا عشان كده بقولك ان كيروش بيحط راس حربه تاني في الحته دي ليه عشان يبقى عشان يخش زي يخش يبقى عندي اتنين يقدروا يشتغلوا في الكرات العرضيه ان انا المفروض اشتغل كرات عرضيه كتير بالظبط فهبقى مركز في ناحيه اللي هي ما فيهاش الفرود التاني يعني لو حاطط محمد شريف المفروض ناحيه الشمال يبقى بيضم تحت مروان واشتغل الناحيه الثانيه هي دي اللي تعملي العرضيات المفروض اللي هي ناحيه اكرم توفيق ومصطفى فتحي ده اكيد اكيد وجهه نظر كده احمد طريقه 4 3 3 هل طريقه امن من 4 2 3 1 انا بحس يعني من ضمن مشاكل الزمالك مثلا ان الوينجات ما بيرجعوش فاهم قصدي بيعتمدوا وده بيخلق مساحات في ظهر نادي الزمالك لان هو دايما بيبقى مندفع وعايز يجيب اجوان وبتاع طبعا. فعندنا اللعيبه حريفه قوي والحريف قوي بيكسل يرجع صح ولا يا جمال طريقه 4 3 3 دي بحس ان في توازن يعني بحس ان كل واحد مسؤول عن واحد مايله اكتر للدفاع فاهم قصدي هي امن طريقه واحسن طريقه كل فرق العالم الكبيره اللي بتلعب كرة حلوة بيلعبوا 4 3 3 سواء مانشستر سيتي برشلونة في عزهم 4 3 3 ريال مدريد حاليا 4 3 3 اي فرقة في العالم كبيرة دلوقتي بتلعب 4 ليفربول اياكس ده هولندا كلها بتلعب 4 3 3 كل الفرق الكبيرة بتلعب كده انا واحد من الناس اللي بحب 4 3 3 جدا ليه بقى هي فيها توازن ولو عايز تلعب تشكل في الثلاثه بتوع نص الملعب هتشكل لو انت بتلعب ماتش هجومي ممكن الاثنين اللي بيلعبوا 8 اللي قدام الراجل الديفندر ممكن تحطهم مواصفات هجوميه في بعض الاوقات يعني انا مثلا في فرقتي بلعب اثنين من جوه الملعب اللي هم تحت راس الحربه في الحته الدفاعيه اوقات كتير بخلوهم ينزلوا يدافعوا على الديفندرات اللي هم الديفندرات بتوع الفرقه العكسيه والراجل اللي بيغطي مكانه اللي هو الديفندر الثالث في نص الملعب يغطي ناحيته ناحيه الشمال او ناحيه اليمين فديت بتبقى ميزه في التوازن وميزه اللي انت تريح الناس اللي بتلعب معاك احنا في 2014 2015 مع فريرا كنت بلعب انا وايمن حفني كنا بنلعب وينجين انا ناحيه الشمال وايمن ناحيه اليمين بس كنا بنلعب من قلب الملعب وكان مخلينا معروف يوسف ومخلي احمد توفيق او عمر جابر بس انتوا عندكم المواصفات دي عندكم مواصفات اللي هو ان انت مش وينج يعني انت ايمن حفني مش وينج ليفت وانت مش وينج رايت انت لعيب بتلعب بيمينك وشمالك وتخش على جوه ايمن حفني بيحب يخش جوه لكن في لاعب بياخد الخط بس زيزو مثلا خط بس عمر مرموش خط بس رمضان صبحي فاهم قصدي رمضان صبحي يعني في خط بس انا شايف هو يعني لو بتتكلم على نادي الزمالك انت عندك اصلا الاوراق اللي انت تلعب 4 3 3 ديت افضل بكتير لان انت عندك كمان مشكله في الديفندرات ما هي دي فاهم قصدي دي النقطه طبعا فانت تلعب بتلعب بجبهه يمين يعني وينج ليفت هاف ليفت باك ليفت وينج رايت هاف رايت وينج رايت تتخلى بس عن تتخلى لان هي الراجل رقم 10 لان انت عندك مشكله في رجوع بعض اللعيبه حمزه المسلوسي زيزو مصطفى فتحي ناحيه اليمين مثلا هقول لك تخيل جبهه ما انا بقول لك دي جبهه بالظبط انت لو بتلعب حتى ناحيه الشمال عبد الشافي فتوح ثالث في نص الملعب قدامه اشرف بن شرقي برضه جبهه بالظبط يعني انت بقى عندك اوراق كتيره تقدر تشتغل فهي 4 3 3 من احسن خطط اللعب في العالم توازن دفاعي وتوازن هجومي الحته الدفاعيه ممكن حتى لو بتدافع بالسبعه بس والثلاثه انت خسران قدام بدل ما تبقى خسران اربعه شخصيه المنتخب عجبتك النهارده؟ طبعا بقى لنا فتره كده من ماتش السودان للماتشات للشوط الاولاني في لبنان ما كناش برضو وحشين يعني في كمان جمهور فارق معاهم طبعا لا وفي روح يعني دي باينه جدا شخصيه وروح بنت قوي بعد لما دخل فينا الهدف انا حاسس ان الجمهور فارق معاه اقسم بالله لان اللعيبه دي ما بتلعبش قدام جمهور خالص ايوه اكيد طبعا يا كابتن خالد الجمهور بيفرق طبعا اكيد الجمهور وانت يعني 40 50% الجمهور بيخليك 70 80% ده وضع طبيعي انه عشان كده لازم الجمهور يرجع الدوري المصري لازم طبعا بيدي يعني افضليه للانديه الجماهيريه فدلوقتي كله بقى يعني كله شبه بعض انت كله ما فيش حد بيتفرج هتفرق جامد صح فمع الانديه الجماهيريه لا بتفرق يعني انت لما تلعب مثلا اسماعيلي في اسماعيليه وجمهور الاسماعيلي موجود طبعا مرعب مصري في بورسعيد نفس القصه محله في محله خد بالك الفرق الكبيره اللي كانت بتنافس الزمالك والاهلي نزلت للنص بغياب جمهور غير الجمهور يعني انت ما تروح تلعب الرجاء في الرجاء المغربي او الوداد الترجي. والوداد او الترجي او النجم الساحلي
الفرق دي لو رحت لعبت قدام 50 60 الف طبعا غير هم لما يجوا يلعبوك قدام 50 60 الف في الاستاد القاهره لا الموضوع طبعا بيبقى مختلف تماما. فاكيد الجمهور ليه دور بس الدور الاكبر شايف انه الجهاز الفني زي ما قال عيد طول ما هو مدي امل للعيبه كلها الناس كلها عايزه تثبت نفسها الناس كلها عايزه تطور من نفسها كله بقى خلاص شايف انه الباب مفتوح للجميع. ايوه ان انا لو لعبت ماتشين كويسين مفيش حاجه اسمها انا بلعب في الزمالك ممكن العب في المنتخب اساسي كمان فدي برضو اكيد مديه روح ومديه طموح للعيبه كلها سبحان طبعا. الله يعني خد بالك حجازي ما كانش متاخد هو المفروض امام عاشور اللي معاهم بالظبط يعني فاهم قصدي المفروض امام عاشور هو اللي متواجد معاهم فيجي يتحط حجازي فحجازي يلعب فمين الاحتياطي في السردباكات ايمن اشرف خرج قبل حجازي واحمد ياسين بالظبط او ايمن اشرف بس كان اتعور الاساسي حجازي والونش فيجي ايمن اشرف وحجازي يلعبوا هما الاثنين فالاثنين يتعوروا فما يفضلش مكان كسردباك غير احمد ياسين بالظبط هو الوحيد اللي ينزل في المكان ده ما فيش غيره ودي اول مره ليه قدام الجزائر طبعا يعني ولا لعب قدام السودان ولا لعب قدام لبنان لا ما لعبش فطبعا حاجه تخض ما هو ده اللي بنقول عليه اللي هو اللعيبه اول ماتش ليهم دولي وبيأدي وقدام الجمهور وخلي بالك كان كويس احمد ياسين كويس طبعا في التحمل طبعا في حاجات لسه بدري اول خد كره بصدره كده اول ماتش ليه في جماهيريا بتلعب تحت جمهور كبير تخض طبعا ما تقدرش تحكم وملعب واجواء وماتش مع الجزائر كمان مع الجزائر وكمان في ميزه بقى احنا في المنتخب المصري دايما يا كابتن احنا في البطولات المجمعات الكبيره دايما بنبقى كويسين صح ومركزين بنعيش الاجواء كمان هي فرصه كويسه للعيبه ديت تبقى موجوده ممكن حد من اللعيبه اللي اول مره تلعب ديت انت يعني انت لو صادفك ان انت هتقابل حد من المنتخبات ديت تروح تلعب في ملعبهم بجمهور ومن الاستاد مقفول هل مشكله كبيره غياب اكرم وحجازي وايمن اشرف؟ اكيد اكيد حجازي اعتقد اكتر يعني احمد ياسين هيكون مكان حجازي بس مش هيكون عندنا سردباك احتياطي بالظبط يعني وعندك لا في سردباك احتياطي مين في حد تاني؟ من تقريبا من فيوتشر تالت لا 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 لا, لا. هو احمد ياسين هو مروان داوود ده بيلعب ايه مروان داوود ده باك ليفت محمد عبد المنعم ما هو محمد عبد المنعم صح ايوه ما هو بتاع فيوتشر محمد عبد لعيب كويس صح لعيب كويس جدا هو معار من الاهلي لعيب كويس جدا هو سردباك فيوتشر ولو لعب هيبقى كويس الولد ده كويس يعني اعتقد ان هو يعني المكان اللي ممكن يعني ممكن تبقى تقلق شويه حجازي لانه دايما صح دايما اللعيب الجديد لما بيبقى مهاجم يعني مع لا عادي ايمن اشرف نص الملعب فيه بدلاء كتير لا مش فاهم عمر كمال عبد الواحد ممكن يلعب مكان اكرم توفيق مش فاهم قصدي ممكن زيزو يلعب مهاجم ممكن لو وحش مهاجم مش هيأثر هيضيع جون لو المدافع تقيل طبعا تقيل بس النهارده ما كانش عاجبني في بدايه الماتش بس هي شكل كان لا يعني بيلعب وهو مش سليم 100% بصراحه بس مش كام كوره جري وراه لو خد جات له شد بعديها دي ده خد اللعب في لا انا قصدي حجازي هو لاعب كبير وخبرات وكل حاجه في كذا واحده اللي هو حاجات سهله بيروح شايلها واحده ديت يعني مش حجازي هو يعني مش صحيح. مش في التوب فورم يعني قصدي صحيح في الماتش ده بالذات طيب هنطلع لفاصل نرجع نكمل حوارنا مع كابتن احمد عيد والكابتن جمال حمزه يلا بينا ورجعنا لكم مره اخرى طيب مين البدائل اللي انت شايفهم الماتش اللي جاي ماتش الاردن وشايف ماتش الاردن ازاي لا انا شايف انه ماتش صعب مش ماتش سهل خالص هو كانت في خناقه ان احنا ما لعبش المغرب احنا والجزائر اكيد لانه طبعا المنتخب المغربي انا شايف ان هو من اقوى المنتخبات اللي موجوده في البطوله دي وجهه نظري فاعتقد ان انت لو يعني انت الحمد لله منتخب مصر بعد عن المغرب بس مباراه الاردن مش سهله يعني مش منتخب سهل ان انت تنزل مباراه عارف ان انت هتكسب لا ماتش المغرب اللي اتغلبوا فيه 3-4 ده ماتش مش مقياس مش مقياس طبعا 4 طبعا مش مقياس فلازم يبقى فيه تركيز لازم نلعب بنفس الروح ودي حاجه مهمه جدا بحيي الجهاز الفني عليها لانه بقالنا فتره كبيره ما كانش فيه الروح دي رغبة الفوز دي او رغبة ان انا ارجع تاني للقاء وانا خسران من الجزائر وفي مباراة على تحديد المراكز وفي جمهور فكل دي ضغوطات على اللعيبة فانه انا شايف ان ده نجاح البدائل بقى شايفها في الماتش ده البدائل هو يعني اعتقد ان هو
هينهي يعني هيبدا زي ما نهى. يعني انت عندك مكان اكرم، قول لي التشكيل. مكان اكرم عمر كمال عبد الواحد، تمام. مكان حجازي احمد ياسين، الاثنين اللي في نص الملعب هم حمدي فتحي ومعاهم عمرو السوليه، ممكن مهند، ممكن المباراه اللي جايه ممكن يبقى زيزو ثالث. يعني افضل عشان يكون عندك واحد يعني ميال لقدام شويه، النواحي الهجوميه بقوش الثلاثه عندي بيدافعوا. قدام هيلعب مصطفى فتحي، هيلعب مصطفى وحسين فيصل ومحمد شريف. محمد ولا مروان؟ اعتقد محمد شريف. تفكير الراجل لاعب مروان يعني. طيب توقعاتك لماتش الاردن يا احمد؟ ماتش صعب طبعا، منتخب من المنتخبات اللي كمان منظمين وبيلعبوا كره مش اللي هي احسن حاجه، بس منتخب منظم وبيقفوا كويس. هو برده زي ما قلنا الماتش اللي اتغلبوه مش مقياس لاي حاجه. انت برده طالع من ماتش تقيل وتلعب بعد يومين او ثلاثه، والماتش النهارده ماتش تقيل وعندك برضو غيابات، هتحط ناس ناس موجوده هتسد، هتبقى موجوده وتسد، بس برضو الماتش يعني ما نقولش احنا خلاص احنا عدينا وطلعنا اول هنروح وثقه زياده والامور سهله والموضوع، لا لازم ناخد الموضوع بجديه، ناخد الامور بجديه. انت بتلعب خلاص، انت لعبت النهارده ماتش كويس، بالنسبه لي انا 60 دقيقه في الماتش احنا كويسين، 60 دقيقه كويسين جدا. الشوط الثاني بالذات الشوط الثاني واخر 10 دقائق في الشوط الاولاني من بعد اخر 10 دقائق فبيتهيألي ان الراجل هيعمل تغييرات زي ما جمال قال، هو التغييرات اللي جمال بيتكلم فيها، بس انا اعتقد اللي هو هيلعب ثلاثه في نص الملعب هيبقوا الثلاثه اللي نهى بيهم حمدي فتحي حمد ياسين مهند وحمدي فتحي وعمرو السوليه الثلاثه. ما هو كان حاطط عشان يدي اريحيه اللي قدام شويه ان هم يهدوا، والماتش اللي فات كان بيلعب برده بنفس الشكل، حتى ماتش السودان المفروض ان انت برده كنت عايز، كان حاطط ايمن اشرف في نص الملعب. بس عايز اسالك سؤال بقى، فكره ان هو ممكن يعمل تغييرات النهارده، حمدي فتحي جاله شد قلت يا نهار ابيض ده هيتغير، و احمد حجازي جاله شد، وايمن اشرف تقريبا في حاجه في ركبته تقريبا، الثلاثه دول هل ده حمل بدني زياده ان انا هلعب لعبت ماتش يوم واحد ويوم اربعه ويوم سبعه وهلعب يوم 11 تقريبا، تمام؟ هل ممكن الاقي مستر كارلوس كيروش بيعمل روتيشن؟ ممكن يعمل روتيشن، بس انت بتتكلم عليهم دول بقى بالذات، يعني ايمن اشرف ما لعبش الثلاث ماتشات، حمدي فتحي ما لعبش الثلاث ماتشات، يعني حتى الماتش اللي خرج فيه الاولاني ما لعبش، النهارده اول ماتش كامل ليه بالنسبه له. ايوه بس برضه ايمن اشرف الماتش اللي فات لعب ماتش بس كامل، والماتش الاولاني تقريبا ما لعبش. فانت بتتكلم اللي انت يعني الماتش اللي فات برضه ما كانش يعني مش ماتش تقيل والفرقه طلعت منها اثنين وفي الاخر رجع سيرد باك. الاصابه مش شد، اشرف عنده اصابه مش شد. ايوه انا قصدي لكن حجازي شد وحمدي فتحي مسك رجله على ما اعتقد، حمدي فتحي مسك رجله بس كمل في الاخر. بس كمل فلا هو طبعا ممكن يعمل مدوره طبعا في الفرقه ويعمل روتشان في الفرقه، بس هو في الاغلب بيعمل روتشان في الجزء اللي قدام، يعني الحاجات اللي ورا ديت بتبقى اضطراري ان هو مثبت الناس اللي ورا بشكل كبير. هو الماتش اللي فات قعد اكرم عشان كان عنده انذار في الماتش الاولاني وعايز يلعب بيه ماتش الجزائر عشان الجزائر راح اكرم واخد الانذار. هو خد انذار بس عشان في الماتش عادي، يعني الموضوع عادي. انا قصدي اللي هو مثبت الجزء اللي تحت ما بيلعبش فيه في التشكيل في الجزء اللي تحت بشكل كبير، ودي حاجه كويسه ان هم الناس اللي ورا ومعاهم السوليه اللي موجودين على طول، وفي الحته اللي قدام بقى بيغير ويقعد ده ويلاعب دوت والكلام دوت، وعنده اوراق برده. هيلعب مصطفى فتحي وحسين فيصل برده ولا ممكن تلاقي احمد رفعت؟ ايوه انا كنت لسه اقول لك ممكن تلاقي احمد رفعت موجود، ممكن تلاقي مصطفى يقعد على الدكه. ما هو زيزو كان بادئ الماتش اللي فات والماتش دوت ما بداش، ممكن يبدا بزيزو ممكن الماتش اللي جاي، يبدا بزيزو ناحيه اليمين، ممكن يبدا بيه ثالث في نص الملعب بالزبط. ممكن يبقى مصطفى ورقه معاه بره. انا حاسس ان زيزو لازم يبقى له دور اكبر من كده، مش عارف ليه. هو بحس ان يعني هو الماتش اللي فات الصراحه يعني مش احسن حاجه، حاسس ان هو ما بيلعبش باريحيه، ده انا حاسه ان زيزو ما بيلعبش باريحيه، ودي برده لازم الجهاز الفني يوصل له حته اللي هو لا انت لعيب مهم، لا لازم انت لعيب، هو طالما انت موجود في منتخب مصر لازم خلاص طلع. طب قفشه لو خف، هو قفشه غاب النهارده عشان عنده اصابه، فاهم قصدي؟ فممكن يخف على الماتش اللي جاي. قفشه ملوش دور في 4-3-3 دي وجهه نظري يعني. يعني بس لا قفشه ولا عبد الله ولا عبد الله السعيد ما ينفعش يلعبوا في الطريقه دي. انا شايف عبد الله بيلعبها كمان مع بيراميدز هايل،
ان 4-3-3 بيلعب تالت ناحيه الشمال بس ودونجا بس في النص بس مش ملزم الكارتي الثلاثه بيلعبوها بس مش ملزم ماشي بس مش ملزم يعني ممكن عبد الله السعيد فجاه هتلاقيه ناحيه اليمين ممكن هتلاقيه تحت ال هو بيلعب تحت يعني الرسم. هو برضه كابتن ايهاب جلاله 4-3-3 المستوى أيوة برضه قفشه قفشه الماتش اللي جاي يبقى له دور حتى في الشوط الثاني مثلا ممكن يبقى له دور ممكن لو هو كويس النهارده هو الماتش اللي فات نزل وعمل جول ايوه ممكن فات برضه انا يعني مش مقياس لانه كمان لما نزل تقريبا كان الفرقه بتلعب تسعه بالظبط فمش مقياس واحنا برضه احنا برضه اللعيبه كلها اللي موجوده طالما موجود تبقى لعيب مهم طالما موجود في المنتخب وده لسه بنتكلم عليه من شويه ان انت خلاص انت الراجل بيدخل وعنده ثقه في الناس كلها بيدخل الناس كلها وممكن تلاقي اي حد موجود يعني بس هي المشكله في ايه بقى؟ ان انا مثلا شايف انه ايمن اشرف دي معرفش دي وجهه نظر ولا الراجل يعني بيبقى معجب مثلا بلعيب فعايز احطه في اي حته ده غلط هي دي اللي يعني هو ده اللي انا بتكلم فيه انه مثلا هو بيتعلم قفشه لعيب كويس جدا الدنيا بتتحسن فمش لازم عشان العبه يبقى العبه في حته غير مكانه ما مش عارف يلعبها بالظبط مش هيدي لك الشيء اللي هو بيتميز بيه بالظبط كده هو ده قصدي ان محمد شريف انت مثلا عايز تلعبه فبتروح حاطه ناحيه الشمال طب ما هو مش قادر يأدي ناحيه الشمال انت فاهم قصدي جيمي مين اللعيبه اللي انت في المنظومه بتاعه كارلوس كيروش دي شايفها مش موجوده معاه بس موجوده في مصر مين لعيب اللعيب ده وانت بتتفرج كده قلت يا لو كان معاهم مجموعه طارق حامد طبعا اكيد يعني مع الـ طيب. مع الـ 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 الاصابات اللي حصلت لحمدي فتحي والنهارده ايمن اشرف لا طارق حامد كان يحل لك مشاكل كبيره حد جدا حد تاني غير طارق يعني في الدوري المصري لا يعني ما اعتقدش يعني في حد شايف ان هو ممكن كان يبقى لو موجود كان هيبقى له دور جامد هو امام عاشور طبعا كان من الضمن الموجودين بس الراجل مقتنع بيه يعني امام طبعا لعيب رقم 8 لعيب هايل بس هو الفتره اللي فاتت يعني مش موفق او مش احسن حاجه ف هو طارق برضه طارق طبعا طارق ما فيش خلاف عليه مفيش ولا واحد بس في كل الفرق بس انت حسيت ان هو ممكن يبقى موجود انت بتتكلم يا كابتن اللي انت بتدخل ناس وبتلعب ناس وبتقعد ناس يعني انت السيرجباكات اللي بتلعب دلوقتي او اللي موجود هل ان محمد عبد الغني ما ينفعش يبقى موجود في منتخب مصر؟ ما يجيش عليه وقت؟ طب عايز اقول لك حاجه رغم ان احنا في قناه نادي الزمالك انا حاسس طالما هو اكتشف المجموعه دي انا حاسس ان محمد عبد القادر بتاع الاهلي هو ما بيلعبش برضه عبد القادر بتاع الاهلي ده اقسم بالله هو ما بيلعبش ابراهيم عادل هو مقتنع بابراهيم عادل وموجود معاه عبد القادر بالمنظومه دي بالاسلوب ده هو كان مكسر الدنيا في سموحه يعني ممكن يليق معاهم ولا انا غلطان؟ ممكن وامام عاشور زي ما احنا كنا لسه بنتكلم امام عاشور طارق حامد لا خلاف عليه ينجح في الطريقه دي بشكل كبير امام عاشور لو لعبته ناحيه اليمين اللي هي 4-3-3 بقى يعني هاف رايت صح لا ينجح لانه عنده مجهود وبيقدر يشتغل من بره الملعب وبيقدر عمل تسديد والله عمر السعيد كمان طالما مروان حمدي موجود ممكن عمر السعيد هي نفس الفكره انت مروان مع عمر السعيد مروان محسن لو سليم مصطفى. كان هياخده مروان محسن لو سليم كان هو من احسن مواسمه السنه يعني من ست ماتشات او خمس ماتشات اللي لعبها كان كويس ومروان حمدي كويس على فكره مش طبعا طبعا بس هي انت طالب منه ايه بالظبط يعني انت فاهم قصدي ما انا ممكن اقول للفيرود انا مثلا عايزك تبقى محطه ما تتحركش بره ال 18 وممكن اقول للفيرود هو لا انا عايزك تروح على الاطراف او تنزل لتحت عشان تفضي للناس اللي جايه فانت طالب منه ايه هو ده بيعمل اللي انت اللي هو اللي انت قايل له او اللي هو اللي مطلوب منه بيعمله ولا ما بيعملوش هي دي المقياس طيب تعالوا مع بعض كده على فكره الفقره دي ما بتنزل على السوشيال ميديا مصر كلها بتتابعها والوطن العربي كله يلا بينا تمام نبتدي ماتش جمعه تونس وعمان تتوقع نتيجه ايه تونس وعمان الساعه 5 تونس وعمان يا تونس تكسب تونس تكسب عيد تونس بصعوبه طيب قطر والامارات ماتش صعب نبتدي باحمد عيد قطر ماتش صعب برضو قطر بصعوبه برضو خدوا بالكم يا جماعه يا جماهير مصر الكسبان من مصر والاردن هيتقابل مع الكسبان من عمان وتونس ومصر لن تتقابل مع مغرب او جزائر او قطر المنظمه الا في النهائي لان احنا هنتقابل مع الاردن في دور الثمانيه لو كسبت الاردن باذن الله تتقابل مع الكسبان من عمان وتونس في الدور قبل النهائي الكسبان يصل للمباراه النهائيه والناحيه الثانيه قطر والامارات والجزائر والمغرب الكسبان من الجزائر والمغرب
هيقابل الكسبان من قطر والامارات فده النظام يعني. انت يعني انت شايف ان تونس هتكسب وقطر هتكسب وانت نفس القصه؟ نفس القصه. طيب نروح لماتش مصر والاردن، تتوقعاتك؟ مصر ان شاء الله. لا مصر ان شاء الله. نتيجه كبيره ولا بصعوبه؟ لا مش نتيجه كبيره، لو قدرت تسجل بدري ممكن الماتش يفتح بنتيجه، لكن هو الماتش في الطبيعي هم فرقه منظمه، لو رخموا عليك اللعب هيبقى الماتش مكسب بس. المغرب والجزائر. المغرب انت قلت مصر والاردن، انت توقعت مصر طبعا ان شاء مصر. الله المغرب والجزائر بقى، وهي اعتقد اقوى مباراه في دور الثمانيه. هي اقوى مباراه بس المغرب احسن بصراحه. يعني المغرب في المباريات السابقه، الجزائر طبعا فرقه قويه بغداد بنجحهم مخرج فرق معاهم طبعا أوي. اكيد فرق معاهم بشكل كبير جدا. ماتش صعب جدا، بس اعتقد ان المغرب باللي احنا شفناه يعني في البطوله، لا المغرب افضل. المغرب ها انا بقول الجزائر. الجزائر انا بقول الجزائر. ليه بقى؟ هم عندهم اراده وتصميم اللي هم يضربوا الرقم القياسي العالمي بتاع منتخب ايطاليا النهارده كده 35 ماتش، وده كلام كتير جدا بيتقال عندهم في الصحف وفي الاعلام، ان هم حتى النهارده تعادل، مش عايزين يتغلبوا من المغرب عشان يوصلوا للرقم 36 او وبعد كده. هو تقريبا منتخب ايطاليا 38 ماتش، 37 هو عايز يعدي، فهو عندهم اصرار، وعندهم اللعيبه اللي تقدر تكسبهم الماتش برضه. يعني انت انا شايف ان هم منتخب الماتش صعب. انا بص أنا طبعا الفرقتين تقال، انا متفق على ان تونس تكسب عمان، تونس ومتفق ان قطر تكسب الامارات، ومتفق ايضا على ان مصر ان شاء الله مع الاردن، ومتفق ان المغرب تكسب. وهقول ليه. المغرب المجموعه اللي موجوده دي مجموعه بقى لها اكتر من 4 سنين تجمع، اللعيبه اللي موجوده دي 4 سنين تجمع، ولسه في واحنا بنلعب انجولا والجابون كانوا هما بيلعبوا ماتشين، وكانوا بيلعبوا في بطوله افريقيا للمحليين في الكاميرون، وكسبوا الكاميرون في النهاية على ارضها 4-0 على ارضها، وخدوا بطوله افريقيا للمحليين. حسين عموته بقاله 3-4 سنين معاهم، والمجموعه دي هي اللي موجوده في بدر بنون ووليد الكارتي وسفيان رحيمي واشرف بن شرقي ووليد ازارو، ويعني المجموعه اللي موجوده دي، وادريس فتوحي ده كان هيجي الزمالك الاشول، ده هو بيقعد احتياطي، وفوزير ده اللي بيلعب في السعوديه كان هنا موجود. عندهم تجانس اكتر. عندهم تجانس غير طبيعي، لان وعندهم مدرب حافظهم وبقاله 4 سنين بيلعب معاهم، عكس المنتخب الجزائري. مش المدير الفني، هو مش المدير الفني ده مش جمال بالماضي، زي ما برضو منتخب المغرب مدرب تاني خليل وزيتش ولا معرفش ايه، بس انا قصدي ان المدرب ده كل ما يكون في تجمع لمنتخب المغرب الكبير وماتشات، بيبقى في تجمع للمنتخب المحليين وماتشات. يعني حتى بياخدوا بدر بنون مع ده اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي اول مره ينضم لهم بس عشان كده مش موفق معاهم. غريب. طب انا قلت لك يمكن كل اللعيبه موفقه عن اشرف، مع ان اشرف هو الوحيد اللي بيلعب في فريق اول، هو وتقريبا سفيان رحيمي برضو بيلعب ماتش ولا ماتشين معاهم كده بديل او حاجه، لكن هم متعودين على بعض، فعشان كده انا بقول التعود ده واللعب ده والمدير الفني معاهم هو اللي ممكن يكون هو يعني الادفانتج للمنتخب المغربي يعني. وانا شايف المنتخب المغربي لو كسب المنتخب الجزائري هيوصل مباراه نهائيه بكل سهوله. هو طبعا منتخب كبير طبعا، ولا قطر ممكن مفيش شك لغايه، لا يعني برضو لغايه دلوقتي لا المغرب افضل. يعني لو المغرب تقابلت مع قطر مثلا، لا المغرب افضل تكسب المغرب تكسب. المغرب تكسب طبعا. لو المغرب تقابلت مع قطر، لا لو المغرب وقطر المغرب طبعا. المغرب كره شمال افريقيا في العموم تكسب اي منتخب، بس منتخب قطر من المنتخبات المنظمة جدا، والمنتخبات عندها لعيبة مميزة، وفي الخط الأمامي كمان عندهم لعيبة مميزة جدا جدا بالظبط. حسن الهيدوس وأكرم عفيف. أكرم عفيف لعيب كويس جدا. لعيبة كويسة، لعيب مهاري جدا. بقى لهم فترة كبيرة المعز، بقى لهم فترة كبيرة محمد الستاري ولعبوا بشراسة، بقى لهم فترة كبيرة متجمعين مع بعض ولعبوا بطولات كبيرة في التصفيات. في تصفيات كمان، بس لغاية دلوقتي ما قدموش الأداء الواو يعني في البطولة، بس لا من قبل البطولة كمان مستواهم نزل، اتغلبوا من البرتغال 3 واتغلبوا من صربيا 4،
يعني عمالين فاهم قصدي يعني في التصفيات اوروبا بيتغلبوا بنتائج كبيره. ما انت برضو الاحتكاك برضو كبير بيديك خبرات يعني هم عاملين برضو فروق برضو فروق. لكن انت يعني لو المغرب وقطر مغرب. لا المغرب انا بقول كره شمال افريقيا. طيب لو مصر وتونس. لا مصر تكسب تونس. انا بقول مصر تكسب تونس والموضوع يعني ما مع ان ماتشات مصر وتونس تبقى رخمه قوي. لا انا بقول منتخب تونس مش زي ما انا كنت متوقع. ما اتفرجت عليهم مش زي ما كنت متوقع. طبعا هو اقل منتخب من منتخبات شمال افريقيا اللي موجوده في البطوله دي. طيب. هي يعني مصر وتونس. لا مصر. لا مصر افضل قولا واحدا. طبعا مصر افضل. لا انا شايف ماتش صعب برضو جدا. صعب اكيد. أيوة صعب. بس انا حاسس يعني ان احنا كده كده كسبانين. يعني تونس تكسب يعني. لا إيه؟ بس لا ممكن والله. لا. ايوه ماشي. ما هو أيوة يعني ايه تونس تكسب؟ تونس ممكن تكسب. ايوه ماشي. سوريا منتخب كان اقل المستوى وقدر ان هو يكسب بالزبط. تونس. فهي مش يعني الكوره مش ان انا قاعد انا مصر فانا هكسب. لا طبعا بالظبط لازم اقدي مباراه قويه عشان اكسب. بس انا بنتكلم على اللي احنا بنتفرج عليه. لا منتخب مصر. طب مصر والمغرب في النهائي. لا ماتش صعب يعني. صعب جدا طبعا. ده منتخب المغرب على فكره المحليين. ما هو لا بس يعني منتخب المغرب في 25 لاعب ما جاش. ما احنا المحليين برضه. خلي بالك احنا عندنا 4 5. احنا عندنا 4 5. محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش، بس فين تريزيجيه والنني بس مثلا وفي بقى كوكا وفي احمد ياسر ريان. دول المحترفين بتوعنا. هناك بقى عندهم ناس كتير. لا المنتخب كله متغير. عندهم فرقه بالكامل. فرقه كامله. المغرب بالذات. المغرب ولا والجزائر برضه عندهم 7 8 لعيبه برضه. عندهم 4 5 يعني لعيبه الاساسيين. يعني بغداد بنجاح هو الوحيد تقريبا. ماشي بس يعني هو في الفرقه الوحيد. فلا جمال بالعمري ما لعبش النهارده تقريبا من اللعيبه الاساسيه. المغرب يعني طبعا ماتش. لا ماتش صعب جدا. انا اتمنى طبعا مصر اكيد يعني بتمنى يوسف بليدي. هم دول الثلاثه اللي بيلعبوا. جمال بالعمري، بغداد بنجاح، يوسف بليدي ومبولحي. الرئيس مبولحي. هم دول الاربعه الاساسيين في ال11 في مع منتخب الجزائر. عكس بقى منتخب المغرب ولا لعيب اساسي من الحارس ولا لعيب اساسي للفرويد. ايه من الحارس للفرويد لحارس ولا لعيب اساسي. طيب يعني هو المغرب انت شايف المغرب على يعني من التصنيف اول بقى لها فتره كبيره. ليه؟ عشان اللي احنا اللي الراجل كيروش بيعمله دلوقتي عامل قاعده كبيره تلعب ماتشات وتخش والكلام دوت والناس بتنتقد. بس يا باشا اديك مفاجاه. بس المغرب تصنيف رابع. تصنيف رابع يعني قصدي يعني ترتيب رابع. بس التصنيف بتاعهم تصنيف السنغال أول. نمره واحد. ايوه تمام. بعديها تونس. انا بقول لك ترتيب السنغال، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، مصر. ايوه ما انت بتتكلم على تراكم اربع خمس سنين والنقط بتفضل ماشيه على بعض. بس فهم ترتيبهم او مش ترتيبهم. بس برضه تونس عندها بتاع خمس ست سبع لعيبه او ثمان لعيبه مهمين قوي مش موجودين برضه. لا عندهم بس الفيرود انت قلت عليها يا كابتن من شويه. اسمه ايه؟ وهبي الخزري. وهبي الخزري. بيلعب فرنسا. لا بس عندهم كذا لعيب والله. كذا لعيب مميز. بس مش زي المغرب ومش زي الجزائر. طبعا. لان يعني هم بيعتمدوا على اللعيبه المحليين برضه. يعني هم يعني يعتبر زينا شويه. انت عندك برضه يا جمال خط الهجوم كله. احنا خط الهجوم بتاعنا. خد بالك انا قلت احنا قلنا خمسه سته محترفين ولكن ما قلناش بيراميدز. ايوه لعيبه بيراميدز والمصري. يعني بس ما فيش حد من المصري في المنتخب. هي لعيبه بيراميدز. لا ده بيقول لك كان عايز حسن علي. كان معجب بحسن علي. لا يعني بتكلم على فريد شوقي. بتكلم على الفتره اللي فاتت. حسن علي اللي هو الاشول. بتكلم على الفتره اللي فاتت ما كانش في حد في المصري. انما لعيبه بيراميدز لا في مجموعه. عندك علي جبر وعندك احمد توفيق او احمد ايمن منصور او عمر جابر او محمد حمدي البكليت. عبد الله السعيد رمضان صبحي. لا في ابراهيم عادل. كل دول لعيبه مهمه يعني. طبعا. عايز اسالك سؤال بقى بس يعني انت اكتر واحد تجاوبني عليه. اما نزل مروان داوود الماتش اللي فات هو كان بيلعب في الشمس درجه ثالثه ولسه ما لعبش دوري ممتاز خالص. ست ماتشات. راح بقى له ست ماتشات بيلعب. ما لعبهمش كلهم كمان. تمام. لا لعبهم كلهم. يعني كان في ماتش ما لعبش فيهم تقريبا حاجه وات ايفر يعني. مهم لاعب الراجل اللي اقتنع بيه جابه من الدار للنار. اما نزل الماتش اللي فات ورغم ان احنا بيلعب تسعه قدام السودان كان حس انه خايف مرعوب. حسيت انه لسه بدري شويه عليه. حسيت ان انا ممكن يعني مروان ياخد يكتسب خبرات شويه. ممكن يكون في واحد مكانه افضل في الحته دي. مش وقته دلوقتي المنتخب. ما اعرفش حسيت كده. ما هو مين اللي مكانه في كتير يعني قصدي. ايوه مين ما بقول لك. قول لي يا كابتن اسم يعني. هو دلوقتي الراجل مقتنع يا سيدي. هقول لك يعني من غير عبد الله جمعه.
عبد الله جمعه هو بيلعب يا كابتن. عبد الله جمعه نزل، كان بينزل الماتشات اللي فاتت نزل بس ما بيلعبش مثلا الخمس. ايوه بس بيلعبش حتى لو ما بيلعبش، انا قصدي عبد الله ما بيلعبش بقاله سنه اصلا. لا احنا بنتكلم على خبرات واكتساب خبرات. ما هو لازم الراجل، ما هو الراجل هيشوفه عبد الشافي ويعني انت محمد حمدي يعني كنا نقول ان حسين فيصل يروح، ما هو راح ولعب وبقى كويس حسين فيصل نفس الفكره. طب انا انت اقتنعت بكلامي ان مروان لسه قلقان شويه؟ لا هو في الماتش نزل كان عنده شويه تسرع وده طبيعي اللي هو مخدود. أيوة طبعا ما ده طبيعي عادي ماتش دولي وبيلعب درجه تانية. لكن هو ايه بقى لحد من شهرين يا كابتن كان لسه ما اتخدش القرار اللي هو يبقى موجود في نادي انبي، ونادي انبي ما كانش مقتنع 100% ان هو ياخده. تمام. وطبعا انا سالت في الموضوع واتقال من الجهاز الفني او الناس كابتن حلمي طولان كلمك يعني وايه رايك فيه والكلام دوت، قلت له لعيب هايل وهينفع مستقبل لمصر والكلام دوت، انا كتبته عندي على السوشيال ميديا قلت ده مستقبل مصر الفتره الجايه بعد ماتش الزمالك وانبي اول ماتش في الدوري. انا عايز اقول لك حاجه، ان الراجل كان هياخده ماتش انجولا والجابون لولا ان الباسبور بتاعه كان منتهي او ما طلعش تقريبا. لعيب اللعيبه اللي عندها سرعات عنده باور عايز عايز ياخد ثقه يعني. طبعا عايز يلعب كتير، ما انت ست ماتشات في الدوري الممتاز بس، انت بتتكلم في اللعيبه اللي بتلعب. ما ده اللي انا بقوله. مش لسه بدري منتخب زيه ما تكون عندك ست ماتشات لسه يا جمال. مش لسه بدري منتخب. ما هو حسين فيصل نفس الكلام، اصل هو ما كانش بيلعب في الزمالك والاهلي ناشئين. خلي بالك برضه حسين فيصل مختلف، ده منتخبات ناشئين، ده عمره ما لعب ولا ناشئين. واحد من شهرين كان لسه بيلعب في دوري درجه ثالثه. ايوه ما هو في لعيبه برضه. لا وحسين فيصل لعب منتخب مصر ناشئين، لعب في الناشئين. مروان عمره ما لعب منتخب في لعيبه في لعيبه بالظبط. خلي بالك مروان وهو في الناشئين الشمس النادي الاهلي خدوا اعاره سنتين من ناشئين وما ايتش، ما هو رجع الشمس تاني بعد الاعاره. ما اقتنعوش بيه، ما اقتنعوش بيه ومشوه. وكمل في الشمس من الدرجه الثالثه راح. انا بكلمك وفي لعيبه كبيره كمان بتلعب في المنتخب بقى في الدوري العام، بتلعب بقى لها خمس ست سنين وبيروح المنتخب. مواليد كام مروان دول؟ مواليد 98. 98 يعني اكبر من حسين فيصل بسنه تقريبا. اكبر بسنه. ما انا بقول لك بقى يعني العكس بقى، انت دلوقتي في لعيب بيلعب بقى له خمس ست سنين، في ناس بتروح المنتخب عيد. اول ماتش بوحشين يا عيد، انت برضه مش انت برضه مش فاهم. انا قلت لك اللي هو ما كانش موفق في الماتش. لا بيقول لك انه يعني مش وقته دلوقتي ان يروح المنتخب. هل ده وقته منتخب ولا لازم بقاله ست ماتشات في الدوري؟ ده وقته منتخب لانه عمره ما لعب ناشئين، عمره ما لعب درجه اولى ممتاز. طالما الراجل شايفه يا كابتن كده، او هو الراجل عنده الامكانيات، اللعيبه عنده الامكانيات، ما يخش، ايه المشكله؟ يعني قصدي ان هو كان لازم يلعب ممتاز شويه، دوري شويه، يكتسب خبرات شويه، وبعد كده يخش منتخب. انت برضه بتتكلم يا كابتن في اول ماتش بيلعب قدام جمهور، اول ماتش ليه جماهيريا في يمكن في حياته. في حياته صح؟ برضه خد بالك في مثلا لعيب كان بيلعب في المكان ده وكنا برضه كنا حاسين ان هو عنده رهبه، مع انه لعيب محترف، كريم حافظ. فاكر؟ هو محترف 17 وبتاع بيلعب ونزل وما كانش وما قداش وما عجبش الناس وما كانش موفق عادي، ما هو ده وارد في الكوره كده وكده. وفي لعيبه لعبت فترات كبيره جدا في انديه كبيره، لكن لو عبد الله بجمعه بيلعب مثلا مش ممكن. ممكن يتاخد. أيوة عبد الشافي مش ممكن يتاخد في الحته دي؟ ما احمد فتحي، انا نسينا احمد فتحي، الراجل بياخده برضه. خلاص ما انت يعني ما موضوع السن ده المفروض ما يبقاش موجود خلاص، هو مش موجود كمان مع الاجانب. الراجل بيتكلم في الحته دي يا جمال، يعني الراجل بيتكلم في عايز سن صغير، عايز ينزل يعني بعمل. انت لو عشان كده بقول لك طارق، انا استبعدته عشان كده. لا هو طارق مش عشان كده يعني، هو انت عندك معلومه يعني؟ هو طارق عشان التاتش حصل ان هو طارق ما لعبش وكان زعلان، وده طبيعي ان اللاعب يزعل لما ما يلعبش يعني، فالراجل مش عاجبه النقطه دي. ونفس الكلام كان مع زيزو، ونفس الكلام مع زيزو برضه، وما زيزو ما اتاخدش الماتشات اللي فاتت برضه مع المنتخب. ايوه بس هو لو مكشر، هما الاثنين مكشروا، هياخد واحد ويسيب واحد. ايوه ما انا بقول لك انا بقى اللي حاصل، ما هو ده اللي كان حاصل يا كابتن. تمام تمام ان شاء الله. يعني احنا كده خدنا كاس العرب معاكم ان شاء الله. ان شاء الله بتوقعاتكم ان شاء الله. ولا المغرب ماتش النهائي صعب، ضربات جزاء نكسب ضربات جزاء نتعادل ضربات جزاء ايوه نخرج تعادل. تمام. شكرا احمد عيد عمال. شكرا جيمي حبيبي يا كابتن جمال حمزه. تسلم. عايز اقول لكم بكره ان شاء الله في اجتماع مجلس اداره، وبعد ما تم الاجتماع مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي في اجتماع بكره الساعه 12 الظهر، وهيعلن عن فتح باب الترشح لنادي الزمالك باذن الله. ده الاتفاق اللي حصل ما بين رئيس نادي الزمالك ووزير الشباب والرياضه المصري. نطلع لفاصل ونستقبل بعديها ماهر جنينه واطلاله جديده على الكره الافريقيه والعربيه وكل ما هو جديد يخص القاره السمراء. يلا بينا.